ابتدينا نشتغل على نوعين من ذوي الإعاقة اللي هم بيحتاجوا منا مساعدة، الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية. وابتدينا نجمع البيانات الموجودة في وزارة التضامن عشان نشوف تواجد ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة السمعية على مستوى الجمهورية، لأن عندنا 1,300,000 منتشرين على مستوى الجمهورية من كافة الإعاقات. أما ذوي الإعاقة السمعية والبصرية متواجدة برضو بكثافات في بعض المحافظات، ولكن انتهينا في الأمر إن احنا هنعمل بوسترات بالتنسيق مع وزارة التضامن وذوي الإعاقة والمجلس القومي لذوي الإعاقة لكيفية الاختراع لذوي الإعاقة السمعية، وابتدينا نفذناها وهم أشرفوا عليها بما لهم من خبرة، وجبنا ناس من اللي هو الإشارة، لغة الإشارة، ترجموا البوستر ورجعوه واخدنا الموافقة عليه وطبعناه ووزعناه على كل المقرات. عملنا بطاقة برايل اللي هو كارت برايل. كارت برايل ده وزعناه على كافة اللجان الفرعية في جمهورية مصر العربية. هو كارت بيتم وضع فيه بطاقة الاختراع بداخله يمكن ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بشخصه بنفسه. القانون أناط الأمر ده لرئيس اللجنة الفرعية فقط إن هو يساعد ذوي الإعاقة البصرية، فبالتالي إحنا الأصل إن القاضي أو رئيس اللجنة الفرعية هو اللي بيساعد ذوي الإعاقة البصرية. الاستثناء إن إحنا نعمله كارت برايل. بس هو فكرة إن أنت تخلي المواطن أيا كان عنده الإعاقة إن هو يشارك بنفسه ويحس بقيمة عمله، دي نوع من أنواع المواطنة. ما يبقاش هو بيعتمد على حد، لأن الإحساس في حد ذاته مهم للرعيه، فما بالرعيه أدى إلى ناتج ملموس إن فعلا ذوي الإعاقة البصرية تواجد في المقرات ونزل وتصور وهو بيستخدم كارت برايل. فدي من البروتوكولات اللي احنا استفدنا بيها. بالإضافة برضو الجزئية، لما دخلنا مع وزارة التضامن لقيت عندهم مشاريع كتيرة جدا، منها حاجة اسمها مشروع الرائدة الريفية. الرائدة الريفية دي هو الفكرة ان معمولة حوالي 15,000 رائدة ريفية وهتوصل حتى 20,000 رائدة ريفية. الرائدات الريفيات دول منتشرين على مستوى المحافظات، على جميع المحافظات في مستوى الجمهورية. الغرض ان كل رائدة مسؤولة عن 400 أسرة بكل الأنشطة الموجودة من تثقيف ورعاية. طيب احنا ممكن نستفيد من الناس دي؟ ممكن نستفيد انا كهيئة، لان انا دوري الرئيسي كهيئة وطنية مش ادارة استحقاقات فقط، التوعية والتثقيف، وده دور مهم. عشان اوصل للاستحقاق واوصل لنتيجته لازم اوعي الناخب او اوعي المواطن بحقه ومشروعه السياسية. هجيب التوعية دي منين؟ لازم اوصل للبيت. فلما لقينا فكرة الرائدات الرفيات دي موجودة في وزارة التضامن الاجتماعي، نسقنا معاهم ان احنا نتعامل ونتعاون بتدريب مدربين من الرائدات الريفيات دول، وصولا ان كل رائدة تقدر تدرب 400 اسرة اللي هم تابعين ليها او المشرفية اللي هي مشرفة عليها. لان احنا برضو هدفنا مش المواطن اللي بلغ 18 سنة بس، لا، انا بستهدف الطفل اللي هيبلغ 18 سنة، عايز انمي فيه احساسه بالمسؤولية وبحقه في مباشرة حقوق السياسية ان له حق المواطنة. وده الثقافة دي لازم نغيرها. احنا ما تربيناش على كده، ما شفناش يعني انتخابات ما كناش نفهمها، فهمناها لما كبرنا وبدينا نشرف عليها. انما لما ابتدي من وانا طفل صغير في بيتي اشوف ان التثقيف بتاعي بيتوجه ان انا انمي ثقافة المباشرة حقوق السياسية كطفل صغير، هقدر افهم يعني ايه دوري في ان انا اباشر حقي فأدلي بصوتي في انتخابات نادي، في انتخابات طلاب، في أي انتخابات لها دور، لا ليها صوت وصوتي مهم وفعال. فقلنا لا، هنستخدم فكرة الرائدات الريفيات في التثقيف والتوعية، ومستمرة معانا مع كل عمل بداية من الآن حتى لما نتكلم بأي أعمال أو وقت استحقاق انتخابي، هيبقى دور التثقيف والتوعية عن طريق الرائدات الريفيات، وإن احنا إن شاء الله نوصل لكل البيوت.
ابتدينا بقى ان احنا عندنا استحقاق انتخابي على اول انتخابات الرئاسه الجمهوريه 2024، وابتدينا نعد البرنامج الزمني. وقبل ما بنعد البرنامج الزمني بنبتدي نشوف اللوجستيات المتطلبه لاجراء هذه الانتخابات. اولا انتخابات الرئاسه بيبقى لازم في حاجه اسمه حبر الفسفوري او الاستفتاءات، بالاخص الرئاسه والاستفتاءات بيتطلب القانون يبقى فيها حبر فسفوري. الحبر الفسفوري ده من احدى الضمانات المتواجده بعدم تكرار الصوت، لان الحبر الفسفوري من مواصفاته انه يقعد 72 ساعه في عقله الاصبع، يعني يجب غمسه عقله الاصبع عليه. العبوه الواحده بيستخدمها من 60 ل 80 مواطن، وبالتالي تم التعاقد لان احنا نقدر نغطي ال 67 مليون ناخد في حاله ان هو نزلوا كلهم يعني. وبالفعل تعاقدنا مع مصلحه الكيمياء بعد مراجعه المواصفات وتاكدنا من سلامتها الصحيه على المواطن، عشان ما يبقاش فيه اي نوع من انواع التاثير او ان هو تبقى ضرر على المواطن حفاظا على سلامته، وتم بالفعل التعاقد. في مستلزمات اخرى غير الحبر الفسفوري بتستخدم في العمليه الانتخابيه، منها السواتر، صناديق الاقتراع، حقائب لحفظ الاوراق العمليه الانتخابيه بعد وقبل. في مراحل بتبقى من بدايه لما بندعو للانتخاب، هي مرحله جمع التأييدات وفقا لصيغه القانون. فجمع التأييدات دي بتتطلب منا توفير سكانر وطبعات، عشان الطبعات دي هي الورق المتعلق بالتأييدات في مكاتب الشهر العقاري، فلازم ارفع كفاءة كل الطبعات اللي عندي. احنا كان عندنا في التوقيت ده ما لا يقل عن 1800 طباعة اترفع كفاءتها. جبنا احبار، هي حاجات بتبقى بسيطة بس لازم حضرتك تحيطوا بيها علما، لانها لها دورة مستندية كبيرة نوصل بيها ان احنا بنرفع الكفاءة عشان اواجه الكثافات اللي بتحصل في التأييدات. وبالفعل كان عندنا كم هائل من التأييدات استخرجت من الشهر العقاري للمرشحين وتم تقديمها مع في الأجهزة الأخرى اللي هي السكانر. السكان ده بيسحب هذه التأييدات عشان أتأكد من صحتها، ومعمول في برنامج عليه عشان أتأكد إن هذا التأييد صادر من المنظومة الخاصة بيا وإن ما فيش أي تزوير وقع عليها. بالإضافة إنه كمان يجب أن يكون التأييد طالع من ناخب أو من مواطن مقيد عندي بقاعدة بيانات الناخبين، وكل ده السكانر ده المفروض هو اللي بيبتدي يعمل لي عملية الفرز، فبالتالي لازم أرفع كفاءته وأكد على رفع كفاءة البرنامج الموضع فيه. دي بالنسبة لمساحة الطباعة. مستلزمات الطباعة اللي هي الأوراق العملية الانتخابية، وطبعا دي برضو فيها عدة نقاط. أولا احنا بداية الأمر عندي بطاقة الاقتراع، ودي المرحلة الأخيرة في الطباعة، إنما في قبل بطاقة الاقتراع عندي النماذج التي تستخدم في العملية الانتخابية، لا هو ألا وهي محضر فتح اللجان، ومحضر الغالق، ومحضر فرز لجان فرعية، ثم محضر فتح لجان عامة، ومحضر إجراءات استلام محاضر الفرز اللجان الفرعية، ثم تجميعها والحصر العددي لها. دي عدة نماذج من 1 ل 32 نموذج بيتم مراجعته بواسطة الجهاز التنفيذي، وبيتم اعداد تقرير يعرض على مجلس الاداره لاقرار هذه النماذج، ويبتدي عمليه الطباعه ليها من بدايه ما بتبقى اكثر من ورقه، فبيحصل فيها تكرار وبنراجعها ونتاكد، وبيحصل فيها عمليه تدقيق ومراجعه، وفيها لها مرحله مستمره. ثم بعد كده اوراق الاقتراع حسب ما ينتهي لجنة التلقي ولجنة الفحص وانتهاء بإقرار المترشحين وعددهم على ضوءه بيتم عاملين اللي هو الديزاين بتاع الورقة واختيار الرموز عشان ندي أمر طباعة. وبعد كده بيتم نقل أوراق الاقتراع وفقا لاستراتيجية النقل، دي بتتعلق بعدد الناخبين المقيدين في كل محافظة، والمتوقع من حضور كل الناخبين وعدد التوقع
اللي بيتم وفقا من الاستحقاقات القديمه، بنبتدي نقعد نعمل نسب عشان اقدر اوزع هذه الاوراق على المحافظات. انا في الطباعه ما بطبعش نسبه 100% عشان اكون امين، يعني بطبع بنسب نسب المشاركه السابقه وازود عليها حاجه بسيطه، وابتدي اعمل كمان هامش اخر اللي ممكن وجود كثافات، فما بطبعش 100% من عدد اوراق الاختراع اللي هي تساوي عدد الناخبين، بطبع نسب اقل شويه قد تكون 70% 80%، انما ما بطبعش 100%. وبالتالي بعمل استراتيجيه توزيع للورق بنسب مختلفه، النسب دي بتتاتى من عدد المقيدين او لهم حق التصويت في كل محافظه. ودي المشكله اللي واجهتنا مع وجود الكثافات العاليه من اول يوم في الاستحقاق الانتخابي ده، وتاني يوم خلت لنا غيرت لنا فكره الاستراتيجيه التوزيع، وابتدينا نسحب اوراق من الاماكن ونحطها في اماكن اللي فيها كثافات اعلى ما كنا ما نتوقع، وادينا امر بعض الدفاتر عشان نواجه عمليه نقص اوراق الاختراع داخل محافظه القاهره. ايه ابعاد الهيئه الوطنيه للانتخابات؟ المنظومة دي بتشتغل ازاي؟ ادارتها من اول ما بنفكر ان احنا هنبدأ عملية الاستحقاق للانتخابات، اذا كان انتخابات رئاسة او انتخابات برلمانية او انتخابات محليات او استفتاءات، وفقا لما نضبط قانون للهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم العمل. وبالتالي احنا عندنا الدستور اناط للاشراف القضائي العمل لمدة 10 سنوات من اقرار الدستور بتاع 2014، يعني ينتهي العمل او ينتهي اشراف القضاء الكامل المفروض يوم 17 يناير 24. فمن مخرجات الحوار الوطني التي اوصت بان يبقى فيه اشراف قضائي وضمانة ونزاهة، فطب وايه اللي ما يمنع ان احنا بدل ما نبدأ في شهر 12 ممكن نخليها ندعو في شهر 9، وابقى انا مع حتى اخر اجراء في العمليه الانتخابيه الا وهو انتخابات الاعاده اكون واعلان نتيجتها قبل 17 يناير، وبالتالي احنا ما عملناش استبقنا في انتخابات رئاسه ولا حاجه، احنا عملناها في الميعاد المحدد في ضوء اللي انا بعرضه ده ان انا عايز اشراف قضائي، وبرده الاشراف القضائي ده ضمانه للناخب، ومش عايز اعرض منصب رئيس الجمهوريه اللي هو برده بما له من اهميه من اي مطعم، لان الشرف القضائي ده ضمانه للناخب. فبالتالي احنا راينا اثناء اعداد الجدول الزمني انه يدخل كافه الاجراءات في مظله الشرف القضائي، وبالفعل تقدم 4 مترشحين، اولهم حمله او الممثل القانوني السيد عبد الفتاح السيسي، ثم السيد فريد زهران، ثم السيد عبد السند يمامه، ثم السيد حازم عمر، وتقدموا بأوراق ترشحهم والمستندات المطلوبة وتم فحصها بالفعل، وانتهت اللجنة التلقي والفحص إلى صحة كافة المستندات المقدمة، وأقر مجلس الإدارة التقرير اللي احنا عرضناه عليه وأعلن القائمة المبدئية، وساب فترة للطعن عليها وفقا للجدول، ثم القائمة النهائية وابتدت الدعاية. الخلاصة في الأمر إن احنا مشينا على محاور كتيرة وصولا لنسبة المشاركة العالية، وبالفعل أتت ثمارها، ساعد العمل الهيئة الوطنية للانتخابات في إن هي تعلي نسبة المشاركة وجود مرشحين 4 تنافسوا على منصب رئيس الجمهورية، والتنافس أدى إلى حراك في الأرض. الأحزاب الممثل لكل منهم مرشح اشتغل عمل كثافة في التصويت، وأوجد على الشارع فعلا لقينا كثافات عالية جدا وإقبال، ده ما يعني ما جاش من عمل الهيئة فقط، لا ده عمل الهيئة والقائمين على إن هم يفهموا الناس ويحشدوا الناس، فجه من التنافس ووجود الأحزاب. الأحداث الجارية طبعا في المنطقة غزة خلت المواطن المصري التف حوالين بلده، دعم الدولة،
دعم الموقف السياسي فخلى الناس قلقت، فلما قلقت نزلت، نزولها ده واضح في الصندوق. انتخابات الخارج واللي تم فيها وتوافد المصريين في الخارج، رسالة للمصريين في الداخل، رسالة للعالم، كل العناصر دي الدور الرئيسي فيها حضراتكم الإعلام. الإعلام نقل الصورة الحقيقية للمواطن، خلى المصداقية موجودة، المواطن نزل شاف بعينيه، ابتدى يباشر حقه السياسي. الصورة لما اتنقلت صح أدت إلى نتيجة صح. أجهزة الدولة برضو ساعدت بطريقة كبيرة جدا في التيسير مع التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اللي احنا طلبناه نفذ في تيسيرات تجهيز مقرات وسائل النقل، توفير كل اللوجستيات المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية. أجهزة الدولة المرسلة في الحكومة قامت بدورها وزيادة. المناطق الحدودية، أهل سيناء، كل المناطق الحدودية قامت بدورها وكان دورها فعال في الكثافة التصويتية في بعض المناطق، إن فعلا أوراق الاقتراع نفذت إلا إن احنا دعمناها نظرا لكان ما كانش متوقع الإقبال، والحمد لله تم. قفلنا الساعة 9 مع نهاية آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب، نبتدي عملية الفرز. طيب مين المفروض يحضر عملية الفرز؟ المفروض يحضر عملية الفرز وفقا لسياق القانون يا إما ممثل عن أحد المرشحين أو وكيله. طب وسائل الإعلام ممكن تحضر؟ ممكن تحضر. المصرح ليهم من الهيئة الوطنية للانتخابات ممكن يحضر ويحضر عملية الفرز، إنما بدون إعاقة وبدون سؤال وبدون تصوير الورقة، يعني يحضر يتفرج بعينه الإجراءات اللي بتتم قدامه، من إجراءات فتح صندوق، إخراج الورق من الصندوق، تصنيفه من صحيح لباطل، عد، حصر، إنما ما يطلعش على عملية القيد إيه والأرقام، إنما يشوف كل الإجراءات قدامه فيحضر. بعد ما بنتهي من عملية الفرز، رئيس اللجنة الفرعية بيثبت كل الإجراءات دي في محضر، بيجمع أوراق العملية الانتخابية، الأوراق المستخدمة والأوراق غير مستخدمة، كل منهم بيتحط في يا إما في حقيبة مستقلة عن التاني، عشان ده بيروح في اتجاه وده بيروح في اتجاه، يطلع اللجنة العامة بيسلم الأوراق لرئيس اللجنة العامة، يبتدي الحصر المجمع للجنة العامة، وبرده هنا برده التغطية الإعلامية واردة لكل من له تصريح يحضر ويشاهد ويطلع على مجريات الأمور دون إعاقة لعملية الفرز بأي حال من الأحوال. انتهت الفرز، تجميع، اللجنة العامة بتعلن الحصر العددي، ثم بنجمع احنا بقى في الهيئة الوطنية للانتخابات، نبتدي نستلم أوراق العملية الانتخابية من لجنة الفحص، بتراجع كافة الأوراق، بتعمل تقرير بتنتهي فيه إلى نتيجة تعرض على مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة بيقر هذه النتيجة، ثم يطلع قرار من مجلس الإدارة بإعلان هذه النتيجة. طب احنا لو النتيجة ما فيهاش إعادة، يعني أو مش ما فيهاش إعادة، ايه انت تنتظروا ليه الإعلان 18؟ انما في جدول زمني احنا أعلننا عنه في بداية الأمر. الجدول ده احنا ملتزمين به، هو إعلان إجرائي له. ما فيش ما يؤثر قانونا لو انتهينا من الاجراءات ولا يتقدم حد للطعن، لان الاجراءات بتنتهي عندي النهارده، بكره لازم انتظر 24 ساعه وفقا لصحيح القانون لوجود اي اعتراض، ثم يحق لاي مترشح ان يطعن خلال 24 ساعه من يوم 14 ونفصل فيه حتى يوم 16. انما احنا ملتزمين بالجدول الا هو 18 إن شاء الله إعلان الجولة الأولى. من القواعد المنظمة لتواجد ممثلين عن الأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع. طبعا هو مفيش حاجة اسمها أحزاب سياسية تتواجد داخل لجان الاقتراع، هو من يتواجد داخل لجان الاقتراع ممثلي أو وكلاء المترشحين أو
بعض من المنظمات او المتابعين اللي مصرح ليهم الهيئه العليا للانتخابات للجلوس لمتابعه العمل فقط، وكذلك التغطيه الاعلاميه لكل الوسائل اللي تم التصريح ليها. اما الاحزاب السياسيه مش مصرح لحد يدخل قاعه الفرز غير الاشخاص المصرح ليهم من الهيئه العليا للانتخابات او وكيل المرشح اللي هو له الحق في الحضور. هو ده كل الموضوع. انا بشكر حضراتكم وانا اسف طبعا على الاطاله، بس طبعا انا بحب دايما شركاء العمل يطلعوا على كل التفاصيل، عشان زي ما قلت في البدايه احنا عايزين ننقل صوره صحيحه عن عمل وجهد مبني. وبشكر حضراتكم تاني واسف للاطاله. في اي حاجه؟ طب نبدا كده واتفضل. كافة المقرات واللجان الفرعية كل اللوجستيات فيها واحد. طيب حضرتك النقطة بتقولي لابتوب أو كل مترشح قبل الاختراع ويتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات ويستحصل على قاعدة بيانات الناخبين. طب ليه؟ عشان حضرتك بتقوليها دي، ممكن يجيب حد من أنصاره بلابتوب قدام المقر ويعمل عملية استعلام ليسر للناخب اللي هو بيدعمه إنه يدخل ويدي بصوته. أما كافة اللوجستيات في كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية اللي هم 11361 لجنة فيهم ذات الأوراق بكافة اللوجستيات. ما هو خارج اللجنة أو على باب اللجنة من شأن تيسير العمل، ده عملية خاصة بالمترشح وإحنا بندعمه، إن أنا بديله قاعدة بيانات الناخبين بالفعل على أسطوانة مدموجة بيبتدي هو يقسمها له محافظات ومقرات يوزع ناسه بالتيسير على الناخبين. نوع من انواع مشاركه العمل، انما ده مش بتاع لوجستيات الهيئه، لوجستيات الهيئه على كل اللجان. بس. بالنسبه للشكاوى، احنا رصدنا الشكاوى واغلبيه الشكاوى اللي اترصدت في غرفه العمليات كثافه وجود عدم تنظيم للطابور نظرا لكثافه التصويت، وتدخلنا فيها ونزلنا اعضاء من اللجان العامه ابتدت تنظم الطابور عشان عمليه التقاطر. فهي الشكاوى كلها كانت مصبعه على فكره ان في ازدحام واحنا مش عارفين نتمكن من ده، طب نروح للجان الوافدين ولا لا، فكله كان متعلق بعمليه الشكاوى في الكثافات. الجزء الثاني بتاع هل التصويت الالكتروني من عدمه، عشان نقدر نعمل ده لازم نعمل تعديل تشريعي. طيب الدول اللي حضرتك بتستند اليها ايه التزوير فيها كان ايه؟ يعني ايه اللي حصل فيها تزوير ولا ما عدمه؟ هل التصويت الالكتروني ادى ثمار تديك الشفافيه المرجوه اللي حضرتك هنوصل لها؟ السؤال لا. مفيش تصويت الكتروني غير دايما بعد ما يحصل هذا التصويت ويبقى في تشكيك في العمل، وفي الاغلب العام بنسبه التشكيك اكتر من 60%. طب انا في منصب رئيس الجمهوريه هل اعرضه لهذا الامر من تشكيك؟ طبعا لا. فبالتالي احنا ممكن نعمل ده قدام، بس لازم نعدل القانون
انما مش في منصب رئيس الجمهوريه او استفتاء، لان دول من الحاجات اللي بتغير السياسه وبتغير النظام عمل، فمش من السهوله ان احنا نعرض لاي مطعم من المطاعم لمثل تلك الاستحقاقات. شكرا كده قفينا فيها. اتفضل في تمام. انا بشكر حضراتكم جدا جدا واسف للاطاله، ويا رب اكون يعني قفينا. شكرا جزيلا.